أرحب بضيفي الكريمين من واشنطن الكاتب والباحث السياسي توماس جرجسيان، ومن موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ بسام من موسكو، ورأيك بما اقترحته بولندا حول إرسال بعثة سلام مسلحة لمساندة أوكرانيا، وقد يعني ذلك بالنسبة لموسكو؟ يوم هذا تلعب رأس من يصب الزيت على النار ومحراك جهنم، صح التعبير. يعني بولندا لن تهدأ حتى تقوم حرب عالمية ثالثة بين الناتو وروسيا. تشجع دائما ومرة تصرح أنها سترسل طائرات وستسمح للطائرات أن تستخدم مدرجاتها. يعني بولندا لديها كره تاريخي وروسيا فوب، يعني رهاب روسي منذ الأزل. هذا جزاء روسيا لأنها أعطتها استقلالها على ما يبدو، لأن كما نعلم بولندا كانت كلها ضمن الإمبراطورية الروسية، ولولا الاتحاد السوفيتي لم نكن نشاهد اليوم دولة اسمها بولندا. أما عن هذا الاقتراح فباعتقادي الشخصي أن روسيا أي بعثة ستدخل إلى الأراضي الأوكرانية ستعتبرها هدفا مشروعا إن لم تكن ضمن قرارات مجلس الأمن. وكما تعلمين روسيا تملك حق الفيتو في مجلس الأمن، فلن تسمح لأي بعثة أن تدخل الأراضي الروسية، وخصوصا إذا كان هناك مسلحين من الناتو. ناهيك عن الأسلحة التي توصل إلى روسيا التي إلى أوكرانيا التي تعتبرها روسيا هدفا مشروعا. ويسعد صباحك أستاذ ميشيل، صباح ضيفك وصباح سكاي. شكرا لك أستاذ بسام، أهلا بك دائما معنا. سيد توماس، ما رأيك بما طرحه أستاذ بسام من موسكو؟ يعني اليوم بعد ما تم تقديم كل الدعم العسكري والأسلحة المتنوعة إلى أوكرانيا، يعني يتم اليوم تقديم هذا الاقتراح بإرسال يعني بعثة سلام ولكن مسلحة، يعني وكأنه اليوم قدمنا كل يعني البنفيتس أو ما يمكن أن تستفيد منه أوكرانيا من حلف الناتو ولكن من دون ضمها رسميا إلى الحلف، ما رأيك؟ أولا صباح الخير ليكي ولضيفك الكريم من موسكو. ثانيا، ما نتحدث عنه مجرد اقتراح لن يتم تنفيذه في القريب العاجل، ولكن يجب أن كما نقول في مثل هذه الأمور أن يجب أن نركز على القضية الأساسية. هل هناك عمليات عسكرية روسية في أوكرانيا؟ هل هناك ضحايا؟ هل هناك تدمير شامل سواء كانت منشآت مدنية أو منشآت عسكرية؟ هل هناك اجتياح عسكري؟ هل هناك حصار كييف؟ وهل هناك تشريد ونزوح لأكثر لنحو أكثر من 2 مليون من أهل أوكرانيا سواء كانوا عرقيا أو جنسيا أو عقيدة مختلفين أو غير مختلفين عن باقي الشعوب الأخرى؟ كل هذه الأمور هي التي تحرك مثل هذه التحركات، سواء كانت مبادرات بولندية أو مبادرات أمريكية أو مبادرات الاتحاد الأوروبي. كل يجب أن عادة نحن نلتفت لصغائر الأمور حتى نبين ليس هناك أي مبرر أو تفسير لما يحدث الآن في أوكرانيا، بصرف النظر عما يقال أن هناك اقتراحات روسية بوقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار أولا، ثم التباحث ثانيا، ثم إيجاد حل دبلوماسي إذا جاز هذا التعبير لهذه الأزمة التي نتحدث عن أنها أزمة، ولكن بالتأكيد حصل زلزال أوروبي أمريكي عالمي نواجهه بشكل أو آخر وسوف نواجهه في الأيام والأسابيع المقبلة. وهذا لا يبدو كلاما مشاعا ما بين الناس، ولكن هناك بالتأكيد يجب التعامل مع هذه القضية وبالمفهوم الأمريكي حتى أكون أكثر وضوحا، طالما أتحدث من واشنطن، أن هناك ليس فقط مفهوم أمريكي، مفهوم أوروبي، مفهوم أممي، أن الحرب يجب أن تقف، ولا أحد يعرف ما هو هدف بوتين في نهاية المطاف، حتى أكون أكثر وضوحا وصدقا معك ومع المشاهدين، وما هي نهاية هذه الحرب؟ هل هو احتلال أوكرانيا أو احتلال أو التقدم لدول أخرى مجاورة قد تكون عضوا أو لا تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي أو ناتو بشكل أو آخر؟ ما رأيك سيد بسام؟ يعني يبدو أنه فعليا الغرب كما نفهم من أستاذ توماس يعني لا يزال في حالة ضبابية من الأهداف التي وضعها الرئيس الروسي لهذه العملية العسكرية. هل لم يتمكن فعليا من إيصال ما يريده فعليا من هذه العملية؟
يعني بوتين كان واضحا وصريحا، والقيادة الروسية كانت واضحة وصريحة. لا أعلم كيف لا يفهم الغرب ماذا تريد روسيا من أوكرانيا. روسيا قالت لن نسمح باستخدام الأراضي الأوكرانية من قبل قوات الناتو، سواء انضمت إلى الناتو أو لم تنضم، وممنوع ضمها إلى الناتو. كل ما فعله الغرب هو عكس ذلك، أصبح يرسل الأسلحة إلى أوكرانيا. لذلك قامت هذه العملية العسكرية وكانت أهدافها معلنة. أولا نزع السلاح الأوكراني كاملا، نزع النازية من أوكرانيا. ماذا تعني نزع النازية؟ يعني تفكيك كل الفصائل والقوات الأفراد الذين يحملون فكر متطرف ضد الروس من السلاح، وتحييدهم ومحاسبة المسؤولين عن قتل 14 ألف مواطن في منطقة دونيسك اللي هي منطقة الدونباس، منطقة دونيسك ولوغانسك الشعبيتان التي اعترفت بهما روسيا، زائد حماية أهل الدونباس. هذه أهداف العملية العسكرية، وتحييد أوكرانيا بقرارات ملزمة، مثل مثلا إلغاء المادة في الدستور الأوكراني الذي تم اتخاذه منذ سنة أو سنة ونص، من أجل الذي ينص على أن أوكرانيا يجب عليها الدخول في الناتو كعضو. يجب إدخال مادة تغير هذا القانون وتجعله أوكرانيا دولة حيادية. أضف إلى ذلك لا يمكن لروسيا أن تقبل بقوات أمريكية في وسط وشرق أوروبا، وقالتها روسيا، وحتى أنها المقترحات التي اقترحتها سياسيا قام ريبكوف بسحبها، وقال أنها لم تعد مجدية في ظل الأحداث. يعني السقف ارتفع، وكلما تعنت الغرب أكثر كلما سترفع روسيا أكثر، وكلما فرضوا عقوبات أكثر كلما روسيا سترفع السقف أكثر. وحتى اللحظة روسيا لم ترد بالعقوبات المؤلمة للاتحاد الأوروبي وأمريكا والاقتصاد العالمي. نعم. يقومون بمصادرة أموالها. تفضلي تفضلي. أعذرني عم قاطعك، ولكن فقط أود أن أنوه يعني إلى هذه الصور التي سأتينا من العاصمة الأوكرانية كييف، وتظهر فيها يعني بعض المشاهد المباشرة. سأعود إليك أستاذ بسام لمناقشة مسألة العقوبات بشكل موسع، ولكن اسمح لي أن أعود إلى السيد توماس يعني فقط لأنك أثرت نقطة يعني مسألة الناتو. يعني سيد توماس اليوم حقيقة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي حول أنه اليوم علينا أن نقتنع بواقع أننا لا يمكن أن ننضم إلى حلف الناتو، وهذا الاعتراف حقيقة يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى اندلاع هذه الحرب أساسا. يعني لماذا يعني تم تشجيع الطرف الأوكراني وقد تقديم وعود لأوكرانيا بأن أبواب الناتو مفتوحة ومرحب بأوكرانيا في هذا الحلف، بينما عندما وصلت الأمور إلى أرض الواقع اصطدمت بواقع مخالف، وهو أن هذه الأبواب حقيقة كانت موصدة منذ البداية بوجه أوكرانيا؟ بالتأكيد، حتى لا أكون حتى لا يكون حديثنا مواجهة بين ضيفين أحدهما من واشنطن والآخر من موسكو، وكأننا سنحل هذه المشاكل أو سنشارك في الحرب الدارية. هو نقاش يجب أن يكون نقاش مثمر أبدا، ما في هذا الموضوع. بالتأكيد بالتأكيد، ولكن أن يتم طرح التساؤلات أو طرح الإجابات التي طرحت قبل 3 أسابيع وكأنها كانت هناك السبب الوحيد الذي تم من أجله اجتياح أو غزو دولة أساسا قال عنها رئيس بوتين وبوضوح تام، حتى لا، وهذا ليس اختراعا أو فبركة أو تضليل أو بروباغندا، قال بوضوح ليس هناك شيء اسمه أوكرانيا أصلا. فبالتأكيد دولة مستقلة بصرف النظر عن رأينا أنها تريد أن تنضم لحلف ناتو ولا تريد أو تنضم لحلف ناتو، أو في إمكانها أن تنضم حتى أكون أكثر وضوحا، وقالها اليوم زيلينسكي، وأنا لا أدافع عن زيلينسكي ولا أدافع عن الإدارة الأمريكية بشكل أو آخر، ولكن أطرح الأمر حتى يتم تحديد الموقف بشكل وضوح. وكما حتى ولا أحد يسأل لماذا يريد مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لماذا أوكرانيا انضمام لحلف ناتو ليس انضماما لنادي جولف أو نادي يخوت وهذه الأشياء. معظم هذه الدول التي سعت أن تنضم لحلف ناتو قالت حاولت أن تنضم خوفا من الاجتياح الروسي أو خوفا من المطالبات الروسية أو من الطموح أو الأطماع أو ما تم الحديث عنه من أن يعيد إحياء الإمبراطورية الروسية وإحياء الاتحاد السوفيتي. وأنا لا أعرف أصلا
إذا كان الشعب الروسي نفسه يريد إحياء الاتحاد السوفيتي سابقا أم لا. هذا أمر حتى مطروح للنقاش ليس فقط في الولايات المتحدة وليس في الدول الغربية وأنا وتحدث حتى في الاتحاد السوفيتي سابقا. فبالتالي الحديث عن أن هناك فكانت العملية من البداية كما حتى نذكر المشاهدين أو نذكر أنفسنا من البداية كانت العملية العسكرية مبنية على أنها حتى تكون خاطفة، الغرض منها أساسا تغيير نظام الحكم، إبدال الحكم بحكم موال لموسكو أو للرئيس بوتين بشكل أو آخر، وبالتالي كانت ستتم بشكل آخر. ولكن كل هذه الرهانات، وكان الرهان الأساسي طبعا الذي تم الاعتماد عليه أن هناك انقسام ما بين الغرب ولا أحد يجرؤ أن يكون يواجه الأمر، وأن في النهاية لا أحد تحدث. أنا ولكن اسمح لي سيد توماس فقط أن أوضح سؤالي. يعني ما قلت أنه منذ البداية الطرف الغربي يقول بأنه أوكرانيا دولة ذات سيادة لديها الحرية في الاختيار إذا كانت تود أن تنضم إلى الحلف أو لا، ولكن في المقابل الحلف لم يكن يعني في وارد يعني ضم أوكرانيا منذ الأساس. بالتأكيد أنا معك في هذا الأمر تحت طبعا، والأمر نفسه كان بالنسبة لجورجيا نفس الموضوع نفس المسألة، لأن الانضمام أو للتحالف أو الحلف الأطلسي لا يكون مجرد طلب، الباب مفتوح ولكن هناك شروط معينة، ولكن لا يعني أبدا أن من يتقدم بالطلب يتم قبول طلبه. فبالتالي بالتأكيد ما أثرت إليه، والدول المحددة ولا يتم الاعتراض أو اعتراض حسب دول الأعضاء. تمام. سيد بسام، مسألة الضمانات الأمنية مهمة اليوم، يعني هي مطروحة من قبل أوكرانيا بعد ما قالت أنه يعني اعترفت بعدم إمكانية يعني انضمام هذه الدولة إلى حلف الناتو. روسيا سبق ورحبت بمسألة يعني الضمانات الأمنية، ولكن أود أن أستعلم منك هنا حول طبيعة هذه الضمانات التي يمكن لموسكو أن تقبل وأن تكون مقبولة يعني بالنسبة إليها. يعني أولا أوكرانيا يجب يعني روسيا يجب أن تحقق أهداف عمليتها العسكرية، لا تملك طرف التراجع، وهناك حالة فقدان ثقة بين روسيا والمجتمع الغربي وروسيا وأوكرانيا، لأن روسيا تعتبر أن أوكرانيا هي دمية في يد المجتمع الغربي، والرئيس زيلينسكي دمية في يد الأمريكان، هم يحركوه كما يشاءون. لذلك أي ضمانات يجب أن تكون ضمن اتفاق دولي شامل قد يوثق ويجب أن يوثق في الأمم المتحدة ويكون له يعني سلطة تحت البند السابع إن صح التعبير، لأن لا يمكن القبول بوجود أي قوات مسلحة متطرفة على حدود روسيا. وأريد أن أعقب على كلام الأستاذ توماس، وأنا يعني أعترف أن لست أنا من أرسلت الدبابات ولا هو من يسلح أوكرانيا ويفرض عقوبات على روسيا. دعينا نقول أن روسيا لا يمكن أن تقبل بهذه الدولة الجارة حليفة لأحد الدول الأوروبية، حتى يعني باتفاق ثنائي لا يمكن، يعني يمكن أن لا يضمها إلى الناتو، ولكن تجري مثلا اتفاق ثنائي مع بريطانيا أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا يعني أنه سيحول أرض أوكرانيا إلى قاعدة عسكرية متقدمة للناتو دون أن يضمها إلى الناتو، وقد أعربت روسيا عن هذا القلق بشأنها بشكل كبير. أضف إلى ذلك وجود المراكز الأبحاث الأسلحة البيولوجية التي اكتشفتها روسيا وحصلت على وثائق وكانت تعلم بها ولكن ليس لديها الدلائل. وقد تحدثت أيضا روسيا سابقا عن مراكز مثل هذه المراكز في جورجيا التي كانوا يريدون أيضا أن يضموها إلى الناتو. مع أوكرانيا في عام 2008 اتخذ القرار بشأن الدولتين. أضف إلى ذلك أن نسيت الفكرة ولكن مش مشكلة يعني طيب سأعود إليك حتى تستجمع أفكارك. سيد توماس، تابعنا مع مراسلنا منذ قليل أنه يبدو أن واشنطن تتحضر لحزمة رابعة من العقوبات الجديدة على موسكو، وموسكو وواشنطن تتحدث يعني على لسان طبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن على أنها سحقت الاقتصاد الروسي، وعن تأثر الروبل
بهذه الضربة القاسمة بحسب الولايات المتحدة. ولكن اليوم أود أن أسألك عن الوضع في الولايات المتحدة كذلك. يعني نسمع انتقادات كثيرة في الشارع الأمريكي حول يعني تراجع القدرة الشرائية في ظل حالة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والفيول. يعني ألا تتضرر كذلك اليوم الولايات المتحدة من ما يجري هنا؟ بالتأكيد حديثك عن إشارة عن التضخم، وكما يقال هنا أغلب الجمهوريين يرون أن التضخم ليس مرتبط ببوتين ولكن مرتبط بالرئيس بايدن قبل حتى مشكلة أوكرانيا. وبالتأكيد يتم استغلال هذا الموضوع سياسيا وإعلاميا بشكل أو آخر. ما تتحدثين عنه بالعقوبات وتأثيره بشكل أو آخر على تحديدا على الوقود والبنزين ومثل هذه الأمور، بالتأكيد هناك تضخم أو زيادات في الأسعار. ولكن بنفس الوقت كما رأينا من الكونغرس الأمريكي والكونغرس، على حتى نذكر الناس أنه تم انتخابه من الشعب الأمريكي أو ولايات المختلفة، أكثر من 435 في مجلس النواب وأكثر حوالي 100 في مجلس الشيوخ، كلهم بلا شك الأغلبية تؤيد بشدة ما يتم اتخاذه من خطوات وخصوصا عقوبات. بل الأمر الذي يلفت النظر أن هناك نوع من المباراة أو المبارزة، من سيدفع بعقوبات أكثر، ويطالبون الإدارة بعقوبات أكثر تجاه روسيا تحديدا. وحتى يشير التقرير الذي أشرتموه وعرف اليوم أن هناك قررت فيما يخص التعامل مع بوتين أنه مجرم حرب ومثل هذه الأمور. ولكن القضية الأساسية أن بلا شك العقوبات بصرف النظر عن تأثيرها الحالي أو المستقبلي على بوتين أو الرئيس أو روسيا بشكل عام ستكون تصاعدية، وهذا هو ما لمسناه بشكل أو آخر في الأيام الماضية على مدى الأسابيع الثلاثة أو الثلاثة الأخيرة بدءا من الحرب، وأنها يتم كما أشار أكثر من مصدر ومعروف وهو واضح لمن يتابع الأمور بالنسبة لواشنطن وبالنسبة للعواصم الأوروبية أو الغربية كما نسميها هذه الأيام، أن هناك نوع من الترتيبات أو توافقات أو مشاورات تجرى على طرفي الأطلسي من أجل تشديد العقوبات أنها تكون ناجعة أو تكون قوية. وبلا شك انها عقوبات لم نراها المجتمع العالمي او الانساني على مدى السنوات الماضيه باي شكل او من الاشكال تجاه اي دوله اخرى حتى اكون واضحا. وبالتالي تاثيره واضح، وانا معك له بعض التاثيرات، وبالتحديد في اوروبا، واوروبا ايضا تعاني من التضخم. فدولة مثل ألمانيا التي تعتمد كثيرا على الغاز والروسي، حتى مثل هذا الشعب الألماني طالب ببرلمان وما يسمى التمثيل الشعبي لألمانيا ومظاهرات تطالب بالتدخل وزيادة وقطع. غيرت ألمانيا عقيدتها العسكرية وضعفت ميزانيتها العسكرية من أن تكون لها دور أكبر في الأمن الأوروبي. نعم. وبالتالي الحديث عن العقوبات بالتأكيد حديث له يعني سلاح ذو حدين. أكيد. ولكن من يتأثر أكثر هي دي القضية. فنحن نتحدث عن الاقتصاد، طالما أشير بالاقتصاد الروسي، عندما يتم الحديث عن الاقتصاد الروسي عادة يشار في سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة بأن الاقتصاد الروسي يوازي الاقتصاد الإيطالي أو اقتصاد ولاية تكساس على سبيل المثال. طيب. فبالتالي تأثر روسيا ستكون أكثر. هذا هو. اسمح لي أعطي الفرصة لأستاذ بسام البني كي يرد على هذه النقطة. ولماذا سيد بسام، كما ذكرت سابقا أنه موسكو لم تستخدم بعد سلاحها الاقتصادي كذلك، يعني ما الذي تنتظره؟ هل هناك تريث لسبب ما؟ وهل توافق السيد توماس على أن روسيا هي التي ستتضرر بشكل كبير بسبب ضعف اقتصادها؟ يعني اولا ضعف الاقتصاد لا في الحروب الحديثه ليس له اي قيمه، لانه اذا قامت حرب بين الغرب وروسيا ستنتهي الحرب خلال الساعه الاولى من بدايتها، لان العالم هذا لن يبقى على ارض الواقع. وقد صرح بوتين، لماذا يلزمني هذا العالم اذا كان بدون روسيا؟ هذا تصريح واضح وصريح.
وقال يعني لن أتطرق إلى ما قاله بعدها لأقول لك النقاط التي أنا أغفلتها. يعني أنا كمراقب أستطيع أن أبني قراءتي على التصريحات التي أسمعها وعلى الشيء الذي أشعر به. الغرب يقول لك سندمر الاقتصاد الروسي، إن هناك حرب شاملة على الاقتصاد الروسي، سنركع روسيا، سنعاقبها، سنحاسبها. أضف إلى ذلك النقطة التي نسيتها في مداخلتي السابقة، من منع تمرير قرار في الأمم المتحدة حول إدانة النازيين؟ هل تعلمين؟ منذ عام تقريبا دولتان فقط، الولايات المتحدة وأوكرانيا. فهل ستقبل روسيا بدولة نازية على حدودها وتم التاريخ قنبلة نووية بعد أن صرح زيلينسكي في مؤتمر في أوروبا وقال أننا سنخرج من اتفاقية بودابست وسنعمل على امتلاك قنبلة نووية؟ هل يمكن لروسيا أن تقبل هذا الشيء؟ لن تقبل حتما، وبالذات بعد أن طرحت هي الضمانات الأمنية التي تريدها. أضف إلى ذلك يعني لم يبقى لديهم عقوبات حتى يفرضوها، حتى أنهم فرضوا عقوبات تضر بهم. يعني اليوم فقدان الثقة بالدولار كعملة أساسية في العالم ألا يضر في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الحديث في دول هنا وهناك عن التعامل باليوان الصيني، قد تقوم دول بالتعامل باليوان الصيني، روسيا ستتعامل باليوان الصيني، أليس ألن يضر هذا في الاقتصاد العالمي؟ بعدين يعني الأوروبيين يطلقون النار على أقدامهم من أجل أن يعادوا روسيا، وروسيا حتى الآن حتى اللحظة تورد عبر أوكرانيا الغاز الروسي إلى أوروبا وتلتزم بكل الاتفاقيات والعقود الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. روسيا لديها من العقوبات حزمة كبيرة لم تفرضها بعد. روسيا تعاملهم على أساس أنها يعني تتلقى الصدمة، تستوعب الصدمة، ومن ثم تبدأ بالرد. البارحة وجدنا الردود بدأت الرمزية إن صح التعبير على الشخصيات الأوروبية، هذه فيها رسائل سياسية، وعلى الشخصيات الأمريكية على رأسهم بايدن وبلينكين إلى آخره. الخطوة القادمة يعني نحن هنا في روسيا نسمع من الخبراء أنهم خلال 3 أشهر سيصمد الاقتصاد، وإذا ما بدأ بعد 3 أو 6 أشهر بالنمو هذا سيكون الصفعة الكبيرة للغرب ولأمريكا ولعقوباتها. والعالم ليس كله أمريكا وأوروبا الغربية، العالم أكبر من ذلك بكثير. أضف إلى ذلك أن روسيا قد تقوم بالمبادرة وتفرض هي عقوبات على الأمور التي لم يفرضوها هم. نحن ذاهبون إلى حالة إزدال الستائر الحديدية بين الغرب وروسيا، هذا ما يعني أن سيكون هناك اقتصاد متدهور في أوروبا مثل ما سيكون في روسيا، ممكن يكون يعني ما لا أحد يعلم، أنا لست اقتصاديا، ولكن نعم الشركات الروسية تتأثر، وهناك يعني تأثر بسبب العمليات اللوجستية ونقل البضائع إلى آخره، وخروج حتى الشركات الغربية التي أعلنت خروجها من روسيا لم تخرج كلها يعني في، وكلهم قالوا نحن سنوقف العمل مؤقتا، بينما يروج لها على أنها خرجت من روسيا، هم يقولون نوقف العمل مؤقتا أثناء الحرب وسندفع أجور العاملين لدينا ونقضي عليهم من أجل العودة. وروسيا هددت بكل ما تملك من قوة أنه من يخرج سيعطى وقت ما، إن لم يرجع ستتخذ هذه الشركات إدارة خارجية وتسليمها لتجار محليين. يعني هناك عوامل تعمل عليها روسيا من أجل مكافحة هذه العقوبات، وهناك عقوبات إن فرضتها روسيا على أوروبا ستركع أوروبا على الركب، وإن ركعت أوروبا على الركب وطلبت إزاحة هذه العقوبات الروسية ستقول أوروبا لهم نحن لن نزيح عقوباتنا حتى تزيلوا كل العقوبات التي فرضتوها على روسيا في هذه الأزمة وما قبلها. روسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي ترزح تحت عقوبات، كل يوم بيطلعوا لنا بعقوبة جديدة، كل يوم بيقولوا لنا هذا ممنوع وهذا مسموح. روسيا لم تعد تقبل بهذه الفوقية وهذا الخطاب العدائي ضدها. روسيا تريد المعاملة بندية، احترام مصالح المشتركة، الالتزام بالعقود، الالتزام بالاتفاقيات الدولية مثل معاهدات الأسلحة وعدم نشر الأسلحة وإلى آخره. أما الغرب فلا يريد، يريد التصعيد. إذا أردتم التصعيد فأهلا به، روسيا جاهزة للتصعيد. هم يخطئون في الغرب، يخطئون لأنهم يجرون روسيا إلى الملعب التي هي قوية به. يعني عندما
يصعدون، روسيا تصعد عسكريا، روسيا قوية عسكريا، هم أقوياء بموضوع المنظومة المالية العالمية. هذه المنظومة ستنهار إذا ما استمروا بالضغط على روسيا، لأن روسيا ليست دولة موز وليست دولة صغيرة. تفضل سيد توماس. يعني تحدث أستاذ بسام عن أن لدى روسيا طريقتها يعني للالتفاف على العقوبات. أنا أود أن أسألك عن آخر تطور فيما يتعلق بتقديم واشنطن ضمانات لموسكو فيما يتعلق بالتبادل التجاري ما بينها وبين إيران في إطار الاتفاق النووي بطبيعة الحال. ألا ترى بهذه الخطوة سيد توماس بأن الولايات المتحدة تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات التي فرضتها عليها؟ حسب ما قيل حتى هذه اللحظة، حتى أكون واضحا بالنسبة لموضوع الاتفاق الإيراني والعقوبات الروسية، المتحدث باسم الخارجية، ولا نعرف ولا أحد يعرف حتى هذه اللحظة ما هي التفاصيل، وخصوصا أن هناك كان زيارة من الوزير الخارجية الإيراني لموسكو وتبحث مع لافروف بهذا الأمر، وهناك نوع من التبادل الآراء والتشاور، وهناك تشاورات تجرى ما بين الولايات المتحدة وإيران بشكل أو آخر، لأن هناك نوع من كانوا وصلوا حسب ما قيل حسب ما ذكر أنهم وصلوا لما يمكن الاتفاق حوله بالاتفاق النووي. ولكن حتى أكون واضحا بالنسبة للنقطة التي أثرتها حضرتك، إن ما قاله المتحدث باسم الخارجية اليوم أن هناك فصل ما بين التعامل من خلال الاتفاق النووي فيما يعد الدور الروسي مختلف عن أو منفصل عن العقوبات التي تم فرضها، وليس هناك يعني كما أشار هو أو كما ذكر أو كما فسر أو برر قرار أن هناك نوع من يعني موسكو لا يمكن أن تتحايل على العقوبات المفروضة عليها من خلال الاتفاق النووي. هذا هو ما قاله، لا أحد يدري بالتأكيد ماذا سيتم بهذا الخصوص، ولكن بالتأكيد موسكو استعملت بشكل أو آخر الاتفاق النووي في نوع من المبادلة أو المقايضة بشكل أو آخر فيما يتعلق بالعقوبات. تمام، جزيل الشكر لضيفي الكريمين، من واشنطن الكاتب والباحث السياسي توماس جيرجسيان، ومن موسكو الكاتب والباحث السياسي بسام البني. شكرا جزيلا لكما.